رجعنا لحضراتكم من جديد. الحقيقة خلاص بدأت الأجازة لمعظم الأطفال، فالحقيقة إنه الأجازة دايماً مرتبطة للأطفال بفكرة إن أنا أقعد ما أعملش حاجة، أصحى من النوم متأخر وأنام متأخر، أصحى آكل أشرب أروح البسين، ما أعملش أي حاجة في حياتي، أروح على البحر فقط، ما استغلش الأجازة. عندنا للأسف مفهوم خاطئ عن الأجازة، مع ان الاجازه دي يعتبر تلت حياتنا، يعني هي 3 شهور 3 شهور ونص من حياتنا، بتفرق كتير جدا جدا لو احنا استغلناها بشكل ايجابي. طيب يعني ايه اجازه؟ هل الاجازه فعلا ان انا باخد راحه من كل اللي بعمله طول السنه من مذاكره او شغل او ولا الاجازه ان انا ابقى عندي حاله من الترفيه بلس ان انا اعمل شيء مفيد برضو استفيد بيه؟ عايزين نفهم عشان برضو ما نظلمش الاطفال، ما نضغطش عليهم ان احنا نرهقهم بحاجات ممكن يعملوها في الاجازه ويريحوا، وفي نفس الوقت ما نخلوهمش يبتعدوا تماما عن تنميه قدراتهم ومواهبهم. معانا الدكتوره فيفيان مجدي، استشاري الطب النفسي وسلوك الاطفال. صباح الفل. صباح الفل. للاسف عندنا فهم خاطئ للاجازه. خلينا من الاول كده عشان ما نظلمش حد. طبعا الامهات، في بعض الامهات شايفه انه الاطفال يستغل الاجازه، توديه كورسات وتوديه تمارين، فالولد يعني ما بيشمش نفسه او البنت ما بتشمش نفسها، او العكس انها بتسيبه تقول له انت في اجازه فيقعد طول النهار على الموبايل او بيعملش شيء مفيد. ما هو مفهوم الاجازه؟ مفهوم الاجازه ان انا اقلل الضغوط بس كده، ولا اسيب الولد ليل ونهار على القنبله الموقوته اللي هي الموبايل، ولا اطلع عينه طول الوقت من تدريب لكورس، الكورس التدريب لهنا هنا هنا هنا. انا بعمل له تشتت لما الام اللي بتعمل حاجات كتير قوي قوي، التدريب الساعه 5، كورس الساعة 8، مش عارف ايه الساعة 10، ساعات بتبدأ دروس من الأجازة. بالظبط، أنا كده بعمل للولد تشتت. طيب ايه الوضع السليم؟ الوضع السليم كالآتي: حاجة واحدة بس رياضة، حاجة واحدة بس تعليمية، وأبدأ أشتغل على كل الحاجات اللي أنا شايفاها ويك بوينت عند شخصية ابني طول الدراسة أو طول الوقت اللي احنا مشغولين قوي فيه، أبدأ أصلح منه في الثلاث شهور ونص دول. ده الوضع السليم للأجازة. فيما عدا ذلك أنا بضر الولد، بعمله أذى نفسي، وهو فعلا هيدخل الدراسة بقى بانتكاسة أخرى. فعلى إيه؟ طيب هاخد من جملة حضرتك إن أنا أشتغل على نقاط الضعف. طبعا. زي إيه نقاط الضعف الكومن أو المشتركة اللي حضرتك بترصديها من خلال طبعا خبرة حضرتك، وإيه البدايل بتاعتها؟ يعني لو مثلا نقطة ضعف نعتبرها عدم الثقة بالنفس، أوكي، مثلا يبدا يعمل ايه؟ ابني ما عندوش ثقه في نفسه، انا هعمل معاه ايه؟ هنزله مجتمعات. بمعنى ننزل احنا في الدراسه للاسف ما بقاش عندنا وقت نتنفس، ده كلنا، ده طبيعه المجتمع، من شغل الام والوضع اللي احنا فيه للولد وهكذا. ننزله النادي، نحطه جوه دايره صحاب من سنه، نبدا نعليه شويه، نحطه جوه مع ناس اكبر منه، حاجه بسيطه عشان يكتسب خبرات، ابدا اعرضه لمواقف. في امهات مجتمعي مثلا؟ طبعا. في امهات بتخاف تعرض الولد او البنت لمواقف عشان ما يتحرجوش، فبالتالي بيطلع الولد هش، البنت شخصيتها ضعيفه، وبيتنمروا عليهم او اي كلمه بتحسب تنمر لان هم مش عارفين يردوا. طب ما انا احل في الوقت اللي احنا فاضيين فيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا برصدها مثلا، خلينا نقول فيما يخص الدراسه، ولد خط وحش جدا مش بيعرفوا يقروا فبيتظلم في الدرجات، طب ما انا استغل الاجازه لو نص ساعه في اليوم نبدا نشتغل على فكره تحسين الخط. اوكي. نكتب جمل، ناخد حاجات، ولد الانجليش بتاعه مثلا مش احسن حاجه، نسمعه بدل ما طول الليل والنهار بنسمع موبايل في حاجات ملهاش لازمه. هو ده تنميه مهارات ولادنا اللي بجد بقى. وعلى فكره كله من البيت، كله بيبدا بالبيت والام. حضرتك ملاحظه كذا، نميه. مش عارفة اسألي. احنا للأسف عندنا حاجة كده قنبلة موقوتة اسمها الإنكار. أنا كأم بستسهل، ما شوفش عشان ما حطش عليا تاسكات جديدة. حضرتك حطيتي إيدك على نقطة مهمة جدا أنا بعانيها مع بعض الأمهات. بالظبط. برصد مشكلة معاهم من خلال خبراتي مع الأطفال، مش عايزة تعترف خالص. بتجنني. انا بقى دي عندي مع 90% من الامهات اللي بيدخلوا عندي واللي قابلهم بره، انكار فظيع. طب وبعدين ماذا بعد؟ هيفضل زي ما هو وهيسوق. واول حد
قنبلة الإنكار هتنفجر في وشه هي الأم، لأن هي تفضل تخبي، فالعيوب بتكبر بتكبر بتكبر. طب بنتي كويسة والله، أنا مش أنا ابني أحسن ولد في الدنيا، أكتر كلمة مؤذية بسمعها. طيب حضرتك برضو قلت لي حاجة قبل الفاصل، قلت لي إنه ارتباط اضطراب فرط الحركة الـ ADHD بالأجازة، طبعًا. إيه العلاقة يعني؟ دايماً كل في دخلة كل سنة دراسية بيجي لي كم ولاد حالات مشكوك في أمرها إن هي ADHD، والحقيقة إن الموضوع بيبقى عرض مش مرض، بمعنى الولد قاعد طول الأجازة بيفرج بلا سبب، طول الليل والنهار على الموبايل، ما عندوش بلان يعملها، فدخل في الدراسة فجأة جوه سكادول. إحنا حتى كمجتمع مش بنمهد لولادنا قبل الدراسة ب 21 يوم إن إحنا داخلين على الدراسة، ما بنبدأش ننيمهم بدري، نصحيهم بدري، نعمل أكتيفيتي، حاجات ما بنعملش كده، بنصدمهم على طول، يصحى ينام يلاقي نفسه جوه المدرسة، فبالتالي الولد مش قادر يقعد يثبت نفسه وقت الحصة، مش قادر يبدأ يذاكر صح، مش عارف عقله لسه يمانج الدنيا، فبيقولي على انه فرط حركه وتشتت انتباه، والحقيقه هو بيبقى عرض من عدم استغلال الاجازه بشكل وقاعد جيد طول النهار على الجهاز. طبعا 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 احنا فاكرين ان الاجازه راحه بريك، ماما بتشتغل بترجع بعد في الدراسه، طبعا بعد الشغل بنذاكر وبنعمل حاجات كتير، فما بنصدق الاجازه تيجي عشان نقعد ونريح. لا يا جماعه هي مش كده، محتاجين نكون وسطيين، ولا نطلع عينين الولاد ولا نسيبهم. أهمية الزيارات السياحية لأماكن معالم تاريخية، هي الفكرة أنه مش بس بياخد معلومة عن تاريخ بلده، لا هو كمان بينمي قدراته أنه بيتفرج على حاجة فيجوالي، فممكن يتناقش مع بابا وماما بالظبط، فيبقى عنده بنعمل لغة حوار. يس صح، إحنا ما عندناش في بيوتنا لغة حوار إلا في حاجتين، الخناقات وأنا زهقان. كلمة أنا زهقان بالمناسبة وأنا زهقانة دي بتتقال من الولاد والبنات بعدد شعر راسهم، ممكن يكونوا لسه جايين من خروجة برة وهم زهقانين. ليه بقى؟ علشان ما بنخرجش ولادنا في الأماكن الصح. أنا ممكن أوديهم كل يوم البول، طب ما هم لازم يزهقوا. بالظبط. طب ما النادي، طب ما هم لازم يزهقوا، إيه الجديد اللي في الموضوع؟ أنا عندي كمختص أخرج ابني أو بنتي مرتين في الأسبوع أو مرة في الأسبوع، ولكن كل مرة تكون مبهرة، كل مرة يكون استكشاف. هو طبعا استكشاف ويكتسب خبرة جديدة، ويقعد طول الأسبوع بيفكر فيها، يقعد طول الأسبوع عنده كده سسبنس، احنا نروح فين يوم كذا. لكن أنا كل يوم احنا بنسحب الولاد على التدريب في نفس المكان، بنسحب الولاد على البلاينج اريا في نفس المكان، بنسحب الولاد على البول حتى لما بنسافر، في ناس بتسافر نفس المكان كل سنة. طب ها وبعدين؟ من أين لهم يعني هياخدوا خبرتهم منين؟ إيه التجارب الجديدة اللي بالزبط هيتعرض لها، أو مشاكل تخليه يتعلم حاجة جديدة؟ على قد ما هتعرضوا ولادكم لخبرات جديدة وحياة جديدة، على قد ما هم لما يكبروا يبقوا في المراهقة أو في جامعة مش هيعانوا قوي من الحياة، لأن الولاد كلها دلوقتي ما شاء الله عليها أذكياء ووعية، واحنا للاسف بنعاملهم باقل من سنهم، فبيبقوا بيحاولوا يتذاكوا علينا، وده طبعا غلط. وظالمينهم في حاجه، انه الطفل عايز يروح الكيدز اريا، حبيبي جرب معاه، حبيبتي جربي معاه. بالمناسبه دي احنا ان شاء الله بعد العيد هنذيع فقرات لاطفال مذيعين صغار من اماكن سياحيه بدون ذكر لسه الاسماء عشان مفاجاه. الطفل لما عرف ان هو هيسافر المكان ده فرح جدا، وكان قاعد مع اصحابه في النادي، كان عايز يسيب النادي عشان يروح يعمل سيرش على المكان عشان هيروح مع داليا، وعنده حاله الاستكشاف ورايح المكان وده ايه وده ايه، فاحنا ظالمينهم اكيد. انا مقتنعه بده، لان احنا دايما بنشوفهم. انا مره حد قال لي على طفله 6 سنين في موضوع ما، يعني هي دي هتفهم؟ الصدمه ان دي هتفهم اكتر مني ومن حضرتك، يعني ما هو مش فاهمين انه الثلاث سنين بيفهم. والله بصي الطفل سدهايه فاضيه دايما بيخزن كل حرف بيتقال قدامه، بيتخزن، لكن الديليت عاده بيبقى صعب جدا اعمل ديليت لخبره سيئه او كلمه جت في ودن طفل، وسهل جدا ان هو يلقطها، يعمل محاكاه وتقليد بمنتهى السهوله. نصيحة أخيرة حضرتك لمسة بيها مشكلة وعايزة تقولي فيها حل. ما تدخلوش اللود اللي عليكم وصعوبة الحياة اللي انتوا عايشينها
فيما يخصكم انتوا وولادكم. ولادكم مالهمش ذنب في مشاكلكم، مالهمش ذنب في صراعات الحياه اللي احنا موجودين فيها، مالهمش ذنب. ودي حاجه مهمه قوي قوي قوي. فحضرتك كان نفسك تطلعي ايه؟ فلازم بنتك او ابنك يطلعوا كذا، فنضغط عليهم وندخلهم مدارس اعلى من قدراتهم، وندخلهم تدريبات ما تناسبش سنهم ولا لياقتهم، ونقول اصلي انا لو كانوا سابولي الفرصه دي وانا صغير كنت عملت كذا. احنا كده بندمر ولادنا. نقطه من اول السطر. انا بحيي حضرتك كتير جدا جدا جدا، لانه دي نصيحه مهمه جدا. فكره انه ما دام انا قررت اخلف يبقى هو ملوش ذنب، يا اما بلاش نخلف. بلاش نخلف، صح. يعني انا بحيي حضرتك بشكل كبير. دكتوره فيفيان مجدي استشاره الطب النفسي وسلوك الاطفال، دي نصيحه في الاخر انه ما تبقوش انانيين بفكره اشباع غريزه الامومه والابوه. من حقه كطفل يعيش حقوقه وواجباته في الاجازه وفي الدراسه وشخصيته، ويعيش تجربته مش تجربه بابا وماما. صح كده.